يا اهلا بيكم. النهارده هنلخص فيلم اسمه ذا جريت وول، فيلم اكشن وخيال علمي تم انتاجه في 2016. ويلا نبدا. بيبدا بقى فيلمنا في الصين قبل سنين طويله جدا من وقتنا الحالي، وبيكون في مجموعه بتحاول تهرب من محاربين عمالين بيطردوهم من منغوليا، وعشان يقدروا يهربوا منهم قائد المجموعه بيقول لرجالته ان هم يقطعوا حبل الاحصنه، وده عشان تشتت انتباههم وتديهم فرصه ان هم يقدروا يهربوا. بيجي بقى الليل والمجموعه بتحاول ان هي تستريح شويه من المطارده اللي حصلت، وبيتكلموا مع بعض عن السبب اللي خلاهم يجوا للبلده دي، وهو انهم يلاقوا باودر اسمر سحري. بيتكلموا معنا قد ايه ان المهمه طلعت صعبه جدا، وان هم خسروا 20 جندي من رجالتهم، ودول بقى بيكونوا خلاص بيفكروا ان هم ينسحبوا من المهمه، ولكن بيتفاجئوا بمخلوق غريب جدا بيهاجم المجموعه في الضلمه وبيقتل كل اللي كان فاضل منهم، ومش بيتبقى عايش منهم غير قائدهم ويليام وصديقه توفر. بيهجم عليهم المخلوق تاني، لكن ويليام بيقدر ان هو يضربه ويقطع له دراعه بالسيف لحد ما قتله. ما هم مش عارفين ايه نوع المخلوق اللي هم قتلوه، بيخافوا جدا هما الاثنين، وبيقرروا ان هم لازم يمشوا من المكان ده باسرع وقت ممكن، ويبتدوا بقى ان هم يكملوا طريقهم تاني يوم. بس المغوليين بيلاقوهم ويطردوهم لحد ما بيوصلوا عند السور العظيم في الصين، وبيرمي عليهم بقى حراس السور مجموعه من الاسهم التحذيريه وبتوقفهم في مكانهم على طول، ولانهم مش عاوزين المغول يمسكوهم بيقرر ويليام ان هم يسلموا نفسهم للصين افضل، وبيوروا بقى قائد الجيش الصيني دراع الكيان الغريب اللي هو قتله بالليل. القائد بيكون مندهش جدا من حجمها، وبتقابلهم بقى قياده ثانيه اسمها لين، وبتساله هو لقاها فين، وده بيقول لها ان هو قتل الوحش ده بنفسه. مش بيكونوا طبعا مصدقين اي كلمه من اللي هو عمال بيقولها. وبنشوف كمان قائد الخطط الاستراتيجيه للجيش واللي كان اسمه وانج، واللي بيقول ان هو ممكن تكون قصته حقيقيه، وده لان اسلحتهم وكمان هدومهم كلها متغطيه بدم المخلوق ده. وقبل ما القائد يقرروا مصير الاثنين دول، واحد من فرقه الكشافه بيجري يدخل عليهم الاجتماع، وبيقول بقى ان هم قدروا يحددوا مجموعه كبيره جدا من الوحوش دي من خلال ابراج المراقبه، وان هم جايين بسرعه ناحيه السور بتاعهم. فبيامر القائد الاعلى شاو على طول الجيش كله بان هو يستعد للحرب، وبياخدوا بقى معاهم ويليام وصاحبه للسور عشان يكونوا تحت المراقبه وما يهربوش منهم. ويليام بيكون مندهش من حجم الجيش ده، وبيعرف ان كل مجموعه ليها دور معين من خلال لون الدرع بتاعهم، واكتر فرقه بقى بتكون في المقدمه هي الفرقه بتاعه القائده لين، واللي بيكونوا بقى لابسين ازرق ومكونين من الستات بس. الفرقه دي بتمشي لنهايه السور وهم مربوطين بحبال، وكل واحده منهم بيكون معاها رمح ومستعدين للحرب. الجنود كلهم واقفين مستعدين ومستنيين وصول الوحوش دي. بتظهر فعليا مجموعه كبيره جدا من الوحوش دي واللي كان لونها اخضر، وعماله بتجري ليمهم، والجنرال شاو على طول بيدي للقوات الامر انها تبدا الحرب، ويرموهم بقى بالكور الناريه، وبالفعل تبدا الحرب. على طول بتنزل كرات النار وتدمر جزء كبير جدا من المخلوقات الغريبه دي، ورمات الاسهم كمان بيبدا ان هم يرموا عدد كبير جدا من الاسهم على الوحوش دي، واللي برضو بتقدر ان هي تموت جزء كبير جدا منهم. بس الوحوش بيفضلوا مكملين جري ناحيه السور، وكان واضح ان هجمات الجيش الصيني مش بتعمل اي حاجه غير ان هي عماله بتضايقهم اكتر. بتوصل بقى الوحوش دي اخيرا لعند السور، وهنا فرقه القائده لو بينطوا من فوق السور ويبداوا ان هم يهاجموهم، وعمالين بيقتلوا الوحوش دي بالرماح اللي موجوده معاهم عشان ما يطلعوش السور. والجنود اللي كانوا موجودين فوق بيشدوهم بسرعه قبل ما الوحوش تمسكهم، وعلى الرغم من كل الجهود دي بتقدر الوحوش برضو ان هي تمسك عدد كبير جدا من الفرقه. وفي نهايه الوحوش كان موجود هناك مجموعه شكلها غريبه جدا واكبر من بقيتهم، وبنعرف ان الوحوش دي عباره عن حراس شخصيين للملكه الام بتاعتهم. ولما بيشوفوا القائد وان بيقول للجنرال شاو على طول، وبيامروا بقى الجنود ان هم يركزوا ضربهم ناحيه الملكه، ولكن بيتضح ان الحراس بتوع الملكه دول اقوى بكتير مما تخيلوا، وكل القوى الناريه دي مش بتاثر فيهم ومش بيقدروا يوصلوا لعند الملكه نهائي. وبعد الهجوم ده بتتضايق جدا، وبنلاحظ انها بدات تعمل حركه غريبه جدا علشان تتواصل مع بقيه الوحوش، وبنعرف انها ادت لهم اوامر ونقلت لهم الخطه بتاعتها، وهي ان هم يستخدموا جسمهم كسلم علشان بقيه جيش الوحوش يقدروا يتسلقوا السور، بيقدروا ان هم يطلعوا لفوق. واول ما بيوصلوا لعند الجنود بيبداوا ان هم ياكلوهم ويرموهم من فوق السور. ويليام بيقول لتوفر ان هم لازم يحرروا نفسهم بسرعه، لانهم لو فضلوا كده هيموتوا بلا شك. بيشوفهم واحد شكله غريب جدا عن الجيش الصيني، بيقرر ان هو يساعدهم ويقطع الحبل اللي كانوا مربوطين بيه ويحررهم. وجندي من الجنود اللي كان اسمه بينج بيشوف صاحبه بيموت من الوحوش، فيتجه ناحيه الوحش اللي هو قتله عشان ينتقم لموت صاحبه، ولكن الوحش ده كان ضخم جدا وكمان سريع، وبيكون على وشك ان هو يقتله. بيجي بقى ويليام وينط في الهواء ويمسك رمح، وعلى طول بيضرب الوحش ده ببقه بكل قوته، ولكن الوحش مش بيموت وبيقاوم وبيزق ويليام، فبيرمي له تريفور رمح تاني علشان ويليام يضرب بيه الوحش، وفعليا بيقدر ان هو يخلص عليه ويقتله لحد ما يشوف وحش تاني. وتريفور بيمسك علم احمر ويفضل يجذب انتباهه عشان يقتلوه. بيظهر ويليام فجاه ويكون مجهز سهم وبيضرب به الوحش في عينه وكمان يموته. ولان الملكه لاحظت ان في مجموعه كبيره جدا من جنودها ماتت، بتستخدم الاشارات الخاصه بيها من تاني عشان تامرهم ان هم ينسحبوا، وعمالين بيسحبوا كل الجثث بتاعه الوحوش اللي ماتت معاهم، وده علشان ما يدوش فرصه للبشر ان هم يعرفوا اي حاجه عنهم. بيقربوا لعند ويليام وصاحبه بعد الحرب ما بتخلص، والجنرال شاو بيشكرهم عشان ساعدوهم في الحرب دي وبيديهم مكان عشان يعيشوا فيه
بدل مكانهم اللي كانوا هيحبسوهم فيه. والجندي بقى واللي كان اسمه بينج بيروح لعندهم عشان يشكرهم، وبيشكر ويليام على انقاذ حياته وقتل الوحش اللي كان بيهجم عليه. وبعدها بقى بيروح ويليام وكمان تريفور يقابلوا بلالار اللي حررهم، وبيعرفوا ان هو كمان كان جاي هنا عشان يدور على البودره السحريه السوداء، بس ده من 25 سنه فاتت وكانت قبض عليه وفضل معاهم كراهينه عشان يعلم الصينيين اللغه الانجليزيه. وبيعرض عليه بقى الخطه بتاعته ان هم يسرقوا اكبر كميه ممكنه وعلى طول يهربوا. وقبل ما يخلصوا كلامهم القائد وانج بيستدعيهم لاجتماع عاجل، وده علشان هو لقى مغناطيس في الادوات بتاعتهم، وبيقول لهم بقى ان هو بيعتقد ان المغناطيس هو اللي بيضعف الوحوش وبيخلي ويليام يقدر يقتلهم بكل سهوله. وبيعرفهم بقى ان الوحوش دي اسمها تاوتي، وانهم موجودين على الارض بقالهم اكتر من 20 قرن، وهم في الاساس فضائيين، ومن اليوم اللي هبطوا فيه على الارض عمالين بيستعدوا كل 60 سنه ويهجموا على شمال الصين، وده علشان يستولوا على كل حاجه فيها ويغزوا الملكه بتاعتهم، ولان عاصمه الصين فيها اكتر من 2 مليون شخص، فده هو اللي بيجذب انتباههم. وبيقول لهم بقى ان هم لو قدروا ان هم يخترقوا السور ويتغزوا على البشر في العاصمه دي اعدادهم هتزيد جدا، وهيكون مستحيل ان هم يسيطروا عليهم ويحتلوا العالم كله. وفي نفس الوقت الجنرال شاو بيلاحظ اختفاء اشخاص من ابراج المراقبه، وبيمر بقى الجنود والقائد لين ان هم يحققوا في الموضوع، ولما يقربوا لعند الجثث بتاعه الجنود بيعملوا تشكيله الدروع. بيستغرب شاو ان هم سابوا الجثث بدل ما ياخدوها للملكه تاكلها، بيظهر بقى قدامهم وحش، والجنود تبدا تتقدم واحده واحده عشان تهاجمه، ولكن الجنرال شاو بيشوف ان في وحش تاني جاي وراهم في السيف، وبيقدر ان هو ينقذ القائد لين ويموت الوحش، بس بيتصاب اصابه خطيره جدا. وقبل ما يموت بينقل شرط القياده للقائد لين وبيحذرها ان هي تقلل من ذكاء الوحوش دي. بيعملوا جنازه للجنرال شاو كبيره جدا، ولدرجه ان مصابيح النار اللي بيسيبوها تغطي جزء كبير من السماء. وبعد الجنازه بيوصل مبعوث من الامبراطور الصيني بنفسه اللي كان اسمه شين، بيكون معاه تقرير باعداد الوحوش دي من 60 سنه فاتت ومعلومات تانيه عنهم من خلال حربهم معاهم طول السنين دي. وفي التقرير ده بيكون في حاجه غريبه جدا ومهمه، وهي ان في وحش اتصاب بالشلل لما فضل يطارد جندي، والسبب ان هم وصلوا لعند جبل مليان بالاحجار المغناطيسيه زي اللي كان مع ويليام. فبيعرض عليهم ويليام فكره عشان يقدروا ان هم يتاكدوا من تاثير المغناطيس فعلا، وهي ان هم يحبسوا واحد من المخلوقات دي عشان يختبروا عليه. ولكن تريفور مش بيكون مبسوط ابدا باقتراح صديقه لانه هيجذب انتباه اكبر ليهم، وبيفكروا كمان بخطتهم في سرقه البارود الاسود والهروب. القائد وانج بيبدا يعمل تركيبه غريبه جدا، وبيأمر بقى الجنود تساعده ويدهنوا راس الاسهم اللي هيستخدموها في الصيد. وبعده فتره قصيره وحوش التايتي بتوصل بعدد كبيره جدا، بيبداوا بقى الجنود ان هم يهاجموهم وبينزلوا بالحبال ويضربوهم، وبتأمر بقى لين الجنود ان هم يضربوا الاسهم الكبيره اللي كانوا مجهزينها، وبالفعل بيقدروا ان هم يسيبوا عدد كبير جدا منها، فبيحرروا بعض ما عدا واحد اللي مش بيقدر يهرب. وفي نفس الوقت بلالارد بيحاول يقنع تريفور بالخطه اللي كانوا اتفقوا عليها، وان ده هو الوقت المناسب عشان يهربوا باكبر كميه ممكنه من البارود والحرب لسه شغاله. ولكن تريفور بيرفض ان هو يتخلى عن صديقه ويليام، بيقرر في اخر لحظه ان هو يروح يساعدهم في صيد الوحوش دي. الوحوش اخيرا بيقدروا ان هم يعدوا خط النار وبيروح عشان يخلصوا عليهم، ولكن الجيش بيلحقهم ويبداوا بقى برمي القنابل على الوحوش دي ويفجروهم، وبيقدروا ان هم ينقذوا حياه ويليام وتريفور. بيحبسوا بقى الوحش اللي اصطادوه جوه قفص، ويبداوا بقى على طول ان هم يختبروا التاثير بتاع المغناطيس عليه. والمفاجاه ان كل ما وانج يقرب من الوحش ده بالمغناطيس بيحاول ان هو يبعد عنه، وده لان المغناطيس ده فعليا بيأثر عليه ويضعفه. مبعوث الامبراطور بيامرهم ان هم يجيبوا الوحش ده اللي حبسوه لعند الامبراطور بسرعه، ورغم اعتراض وانج بس الامر بيكون مباشر من الامبراطور، ما بيقدروش ان هم يمنعوهم ان هم ياخدوا الوحش ده. وبعد ما شين اخذ الوحش ومشى، الجيش بيرصد ان حركه الوحوش دي عماله بتزيد وبتهاجم السور تاني، بيتسلقوا عشان يهاجموا المكان بتاعهم. ولما الجيش بقى بينزل من على السور عشان يشوفوا الوضع بيلاقوا ان الوحوش دي حفرت حفره عملاقه جدا في السور ده عشان يخترقوه. وفي نفس الوقت ده بقى الاثنين دول بيسرقوا البودره السحريه اللي هي البارود، وبيحاولوا بقى ان هم يهربوا في خلال ما الجيش مشغول جدا بالتحقيق. ولكن ويليام بيوقفهم ويتكلم معاهم ويقول لهم ان الوضع دلوقتي بقى اكبر من مجرد سرقه شويه بارود، المفروض دلوقتي ان هم يفضلوا يحاربوا عشان يحموا العالم كله. بس تريفور بيقول له انت اكيد مجنون، لانه عارف ان الجيش الصيني مش قدامه اي فرصه ان هو يقدر يتغلب على الوحوش دي، وانه بكلامه ده اكيد عاوز يموت. وهم عمالين بيتكلموا بدا الارض بيعمل فخ علشان ويليام يغمى عليه. بعدها بقى بيقنع تريفور ان هم يسيبوه يمشوا، لين بقى بتعرف اللي حصل وبتطلع غضبها كله على ويليام، ورغم ان هو عمال بيحاول يشرح لها ان هو حاول يوقفهم ورفض ان هو يهرب معاهم، لكن مش بتهدى الا لما الجندي بينج اللي انقذ ويليام قبل كده بياكد على كلامه ويقول لها ان هو فعليا شافه وهو عمال بيحاول يمنعهم من الهروب. فبتؤمر الجيش ان هم يطلعوا يدوروا عليهم بسرعه علشان يحاسبوهم، وبتحط بقى ويليام في الحبس هو كمان، ودي بقى بتحاول تستخدم بقى مناطيد بتطير بيها من خلال الهواء الساهل
الداخل علشان تقدر ان هي تسبق الوحوش بتاعه التاو تي، ولان بقى المناطيد مش بتكون تم اختبارها بشكل كافي عماله بتنفجر وبتعمل اضرار كبيره جدا للي موجودين فيها، ودي بقى بتقتل عدد كبير جدا من الجيش من غير ما يحاربوا حتى. وبيقرر بقى الجندي بينج ان هو يحرر ويليام، واللي بيروح يقابل وانج بسرعه ويساله عن اللي حصل بالظبط. فبيقول لوانج ان الجيش فشل في منع الوحوش من اختراق السور، وان هم دلوقتي متجهين للعاصمه والجنود عماله بتطاردهم، وان فرصتهم بقى الوحيده هي ان هم يقتلوا الملكه، ولان بموتها كل الوحوش بعدها هتتوقف حركتها لانها هي اللي عماله بتحركهم من خلال الاشارات اللي عماله بتبعتها لهم. وبدل ما ويليام يهرب بيقرر ان هو يتجه للعاصمه هو كمان. وفي نفس الوقت ده لين بتكون وصلت خلاص للعاصمه، وبتشوف بقى ان المدينه المخلوقات انتشرت فيها بأعداد كبيره جدا. بيحاولوا ان هم يوصلوا للقصر بتاع الامبراطور، بس الوحوش عماله بتهاجمهم، تقدر ان هي توقعهم من فوق، وكمان بيقدروا ان هم يحاصروا القائده لين، وكانوا بقى على وشك ان هم يقتلوها. بس لحسن حظها ان ويليام بيوصل للعاصمه وبيقدر ان هو ينقذها، وكمان ياخدها بالمنطاد بتاعه وبيهربوا من الوحوش دي. بترمي بقى قنابل على مجموعه الوحوش اللي عماله بتطاردهم وكمان تموتهم، ويتجهوا بعدها ناحيه القصر. بيقدروا بقى ان هم يوصلوا فعليا لهناك، والوحش بقى اللي حبسوها قبل كده بيكون موجود هناك فعليا، وبتجيلهم فكره وبينفذوها بسرعه، وهي ان هم يربطوا قنابل على الوحش ده وكمان ياكلوه كتير جدا علشان لما يروح يغزي الملكه القنابل تنفجر فيهم، وبيكون بقى عندهم فرصه ان هم يخلصوا على الملكه. ولكن للاسف خطتهم مش بتتم بالسهوله اللي كانوا فاكرينها، لان الوحوش بتقدر ان هي تحدد مكانهم وكمان بتهاجمهم، وبتقدر ان هي تقتل معظم القوات اللي موجوده معاهم. كمان بينج بيتصاب اصابه خطيره جدا مره واحده كده، بيجي وحش وبيهجم عليهم، وبينج بيقرر ان هو يضحي بنفسه، بيفجر نفسه في الوحوش علشان يعطلهم، وده بقى بيؤدي لانهيار النفق اللي هم كانوا ماشيين فيه، وكمان بيسد الطريق على الوحوش دي. وعلشان ما عندهمش وقت كافي ان هم يزعلوا على اللي حصل، وانج بيفتح البوابه اللي هيحرر منها الوحش عشان ينفذ خطتهم، وده اول ما يشيلوا من عليه المغناطيس الوحش على طول بيرجع لوعيه، وزي ما كانوا مخططين يبدا ان هو ياكل اللحمه دي. واول ما بيخلص بيطلع يجري على الملكه عشان يديها اللحم ده اللي كان هو اكله، والثلاثه بقى عمالين بيجروا على البرج بتاع المراقبه، وبيحط المغناطيس على الباب عشان يحميهم. بيطلع بقى ويليام ويقف على الشباك عشان يشوف الملكه، ويقدر ان هو يضرب القنابل بكل سهوله، وده بيضرب الاسهم على الملكه. ولكن كالعاده الحراس الشخصيين بيتحولوا بسرعه لوضع الدفاع، وكمان يقدروا ان هم يبعدوا الانفجار ده عن الملكه. وقتها الملكه بتحس ان في حاجه غلط وان في شخص عمال بيستهدفها، وبيدور بقى ويليام يقدر ان هو يضرب منه الاسهم بشكل احسن من كده. ولكن دي بتاخد بالها وبتامر الوحوش كلهم ان هم يهاجموا المبنى اللي هو موجود فيه، وفعليا الوحوش بتنفذ اوامرها وبتتجه بقى للبرج بكميات كبيره جدا. وبيقرر وانج ان هو يضحي بنفسه عشان يعطلهم، وبيرمي لهم بقى المغناطيس قبل ما يموت، ويضرب ويليام سهم تاني على الملكه. بس بيحصل نفس الموضوع من تاني، والحراس الشخصيين بيصدوا الانفجار. لين بتقول له ان مبقاش فاضل معاهم غير سهم واحد بس، والوحوش بتاعه التاو تي بتكون خلاص وصلت لهم، فيفوزهم الاثنين من فوق البرج. لحد ما تيجي فكره لويليام، وهي ان هو يرمي المغناطيس على الحراس، وبعدها على طول يضرب اخر سهم، وده علشان ياخر حركه الحراس، وبعدها السهم يقدر يوصل لعند الملكه. والملكه دي بتحاول بسرعه ان هي تاكل النار قبل ما تفرقع، ولكن خلاص بيكون الوقت اتاخر والانفجار بيحصل، بتموت الملكه هي والحراس اللي كانوا موجودين حواليها. وبموت الملكه ديت كل الجنود كانهم اتشلوا مره واحده وكمان يموتوا. اخيرا بينتصر الجيش الصيني عليهم. بيرجع بقى ويليام للسور وبيلاقيهم قبضوا على تريفور. بيقول له ويليام ان الامبراطور اداله حريه الاختيار ما بين ان هو ياخد الكميه اللي هو عايزها من البارود او انه ينقذ حياته. فيضحك ويليام ويقول له اطمن انا اخترتك انت، ومن بعدها بيسيبوا المكان ده وعلى طول ينطلقوا. وبيقول له بقى ويليام ان هو عنده احساس قوي جدا ان هو هيرجع تاني في يوم من الايام، وتكون دي النهايه.